محمد وعلى آله علشان. وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها آمين. أما بعد، فقال جار الله الزمخشري في تفسيره الكشاف عن حقائق التنزيل، جار الله الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخارزمي متوفى سنة 538 هجرية رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه ورضي عنه وأرضاه. بل تفسير سورة المؤمنين آية 101 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فإذا ودما بو نفخ في الصور في سوري بو فلا أنساب بينهم يومئذ ويروجي دي تنى سبك نوان يعني نوبرا وان دا تنى مرباطي نوبرا وان دا نامينة يعني مرباطي يدي بكيري وانا يعني زان اوا با قسمام و قرم با و اولاد و خان و خشك و با و برا هنه لي باواكي كو بكير بحابل كي كيري حابل كي بي نامينة و همجي ولا يتساهم هم نسب نوبرا وان دا نامينة يعني جوان حابل كي ناكي همجي ولا يتساهلون. الله الله. ولم انت نادي قلت له؟ فيدا. أفندي. فيدا. هوا انت نادي سان شو كي؟ ألو ألو سيدا. نعم. من أوكا هو قرتبه من ميكروفونه هو قرتبه. كلام كيس السيدا شو كي؟ نعم نعم انت نادي سان مقول شو كي نعم نعم. نعم نعم آمن نشيا. فلا إنسان بقي. آمن دوامه كلام كن. بل يوم يزيد ولا يتساءل. إجا السور بفتح الواو عن الحسن جاء الحسن البصري أبا قراءته السورة وكسوات هاتية روايات كريم فتح الواو والسور بكسر الصادي والفتح سور بكسر الصادي بفتح عين فعل عن أبي الرزين جاء أبو الرزين جاء هاتية روايات كريم وراء وصاح خواندنا وهذا دليل وهذا أبا خواندنا هنا حسن البصري سور وسور يا أبي الرزين دليل أونا دليل جكيرة لمن فسر السورة بجمع السورة السورة يعني يكو قلتنا تفسير السورة سوري عفوا كنا بأي جمع في السورة بل سور جمع السورة فسر السورة بجمع السورة يعني أركو تفسير السورة كنا وقت قلتنا سور جمع السورة أباق فان هردو قراءته هاني جوارا دليل يعني بشكل ياوي قراءة أو كوان دكن يعني وي دعاء وان دكن يعني فكو جمعة سورة بلي يعني كوريا بتبا سور بل ويا خود ده جبوكو چنجرا تيب ذكرني بلي دبن جلك يعني قوت جمعة شي يان دبجة جبركو يعني زيدي كان جرات أو كرني بوف كرني ياجي كان سور هنا لما يعني هل جاني تفكرن يكيد العرب بابي سيدا 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 ما لو يسي بيجة أزغرام أبا كما ده ام پاشیه چگو؟ ده ام سون چگو؟ سون اینترنت ها چیه قیل؟ آه سیده آنکا دنگی سیده خوش هم آنها خوش هم دنگی ده تیه تیه ببیشه ده ام پاشیه چگی گو کرم که تکرار که او دبی جمع به او جمعیت البکی شورا به تی فکرنی یکی یا جبو به تعدد ها فکرنی ای لما جمعه و یا خود ده عجبا اوان هر جایی که تی تفکرین سور یا آیی آیی بسموی آنها معجب آیی سور دیم شمانا کچه یعنی او یا آیی پرسی ها خیلی سیدو جا سیدا اوا سیدا که اوا نقطه هانا سیدا تماسی بید که یعنی نه اوا کشاف دا تماسی بید که نه ده اوا ناوی چی بود دی بیشی بحث آینا که ایشه لبسیدا اوا سنه فقط جمعیت چی بودی آوا يعني اول حاجه انت عايز ايه نقطه سيده خوش يعني بويد بيجي
مثلا جوراني جم النهري ابو حيان جم النهري بحر المحيط كاسي تماس وي نذكر يعني نذكر بواد جمعيه تقول شيء مثلا او نبتوس هذا خوش بيوني هم بلي ونفي الانسابي تدوي لا انساب بينهم بنفي لا نفي الجنسي اونيه يكشي يحتمل او درست اواب بان التقاطع يقع بينهم او دي قاتندنا وانا كوشهر دقاتن اواد ناغبرا وانا بقومه حيث يتفرقون في اوانا جهاب دنيا دقاتن يا جهاب بلاد بن معاقبين ومثابين يعني بقاوايك وقسمك وانا براك قسمك وانا دي جزاي ببينن عقاب ببينن قسمك وانجي هو ثواب دي ببينن بيو اوايك وجهاب بلاد بن جهاب پارچه دبن اجبر وی قاسی اوا لا انصاب بینهم معنوی اوا یعنی او ولا يكون التواصل بينهم والتعالف الا بالاعمال و او ویسالا نابر او گیشتن اوانا او او گیری اوانا به هر را تنه به عملا چید و وقتا که اوا عمل اوان که او نکر بگیری اوان نهاد فتلغو الانصاب و تبتو ایدی او مرواتی بطال به بله اجبر به گوتیه کلا انصاب بینه هم و انه لا يعتد بالانصاب یکشی اوا یعنی او ایدی اعتبار به نسبه نای کرنی چما لزوال تعاطفی و التراحم بین الاقارب جبو که او دل بیشی و شفقتا وان نابر اقربان دا جبو که راد به ایدی اعتبار به مرواتیه به نسبه نای کرنی یا چما اوا تراحم و تعاطف او دل بیشی اوان رحمت اوان الهف راد به اذ يفر المرء من اخيه و امه و ابيه و صاحبته و بنيه روی روشه مروش برای خواهد دیا خواهد باقی خواهد حوالا خواهد خانم خواهد زار زی چه خواهد دید روه اجبر و قاسی اوا اخاف بگیمه و چی شیده ها لرسیده قلت مر من اخي وامي وابي وصعيبتي وبين قلت من اختي نقلت من اخته؟ يا بلي 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 وعن ابن مسعود جاي ابن مسعود في اياته هون ولا يتساءلون وسا قراءته هتير ولا يسألون بإدغام التاي في السين وتا يعني بشي تا بالقلب ده بالسينه جبك مخرج ونيزنج هيفن وقتها كو اوا تا قلب ده بالسينه والسين ده سينه ده إدغام ده به وبيو اواي خواندي قلت ولا يسألون اوا قراءته يوسا ولا يسألون ولا يسألون بلي شنو يتساءلون ده ولا يسألون خواندي فإن قلت إجاز بدرة تشتكي كل نافي تكذب ولا يتساءلون أو لهابو دني ناقصا ويروجي دا كو بفي واتا كو بفي سوري بو إدي هابو دني ناقصا جا آيات الدني هنا هنا آيات دوية دوية فإن قلت قد ناقض هذا ونحو قولي ولا يسأل حميم حميما حميم حميما تي دوست ويار دوست دهاب دوستا ناقصا نعم وقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هذا قد هذا ومحتولي ولا يسأل حميم حميما قول لا يتساءلون يك أبا يكشي إيه من آياتي شي قالك هنا ولا يسأل حميم حميما إيه من أبيا أوكي رب وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وهذا آيات الدنيا تخاصنا آيات الدين من أقبل بعضهم على بعض يتساءلون يشي وقوله يتعارفون بينهم جاء من آيات وهذا هف دنيا دشكين لهف دنيا آسيتين فكيف التوفيق بينهما إجا فا آياتا لتشاوى لهف دنيا بين داخستن قلت فيه جوابان بلي نابرا واندا أوكي أوا حق يسر لي اعتراضي أم كورن أوا دو جواب بدي يك أحدهما أن يوم القيامة رجع قيامته مقداره 50,000 سنة يعني روكي دريجي دريجة وبينجي حزار صال إذنك أو بينجي حزار صال جي فاتشكو صالا ففيه أزمنة باكو وصابو
5000 سال ده معناه زمان دريشة ففيه أزمنة أحوال مختلفة بشاغل ديدا جالك زمان هنا جالك حال وروشي جهات جدا هنا يتساءلوا في هبدة البرسن ويتعارفون في بعضها في هون وهناك حالان ده هنا كيوان زمان ده لهبدة البرسن ويتعارفون في الأوتك هبدني ناسيا ولا هبدالك شدكن سيدا فري وفي بعضها لا يفهمون لذلك جانو جيدنا دوه بي أب هاي شي نام جما بشدة الأول والفزع رياكو صار زيادة ترس وزيادة حالي صار زيادة زيادة حالي ترسي هنا جبر بقى هاي شي نام هناك حالان داش أجبر بقى صي أبا يعني أو لا يس لا يتساءلون ولا يسأل حميم الحميمة وإيمين وانا أولا أم حملة وان حالي ترس زيادة ترى زيادة جوار دمن ترس زيادة زيادة دمن جراند بي أدوا حالي وصل هذا نافرسن آيات كتبه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويتعارف يتعارفون بينهم آيات النبا آيات نجي حمل لسر حالي كتيرا أو تتساء يان نامينة نجي هر نشان دادن و هر دپرسن یعنی هر یک تفسیر دکن آبوی آوائی او ده هر آسیحاتن آوان هر بودی راد به جهوله بری سیده و ثانی جواب دو دیو ان تناکره اکون عند النفخه الاولى ان تناکره او نناسین آوان هر بودنه یکون عند النفخه الاولى دما جارا پیش ويش وقت؟ فإذا كانت تكفي بدنجي؟ وجا جرى بدي أكو قاموا ودي رادبن جبورا رادبن فتعارفوا وتسائلوا ويش غير رادبن هبدي ناسكن وتسائلوا هبدي برسن يعني أو هبنا ناسين وان ودي أو آياتي ولا تسائلوا ولا يسألوا حميم حميمة أو آياتنا لنك جرى بيشي كوكب سوريد ولا لنك مشاغي أو آياتكو كبرسينا وانا لهبودني كناسينا هبدني جبرا نشان جدا أو جي دما دديا كوكب في سوريد به ويدامي يعني قصة تحمل لا بلا تشكي دجي هي قادة سيدة به نفخة أولى مومي مرنة دنيا خرابونة مرنة دليل ده البته كي ناس سؤال هي نتعارف هي نتشي كي كنا يعني فنفخر فيها قواد الإنسان اللي ما بيعرف كان دعوة حق ولا بيتفرد فيها بيجي من اللي ما بيعرف تسوي عليه ناي بدك أما بيجي أو أيه تي حمل كني أو بيجي تي تيجي أربعة بيجي سورة هنا أو آيات كو تي أسرة تي خيانة كلها بعاصينة بهات كده كستني بدك فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فمن ثقلت موازينه كسر هاتي كسركو موازينه يعني أو عمل ونكو تيك شانتني جرام بي يعني جرام بن فأولئك هم المفلحون فالتسعناتي مفلح بن يعني تسعر فراز بن بيجي جن مراد إخوان ومن خفت موازينه ماذا سيدنا؟ سيدنا تشكيتنا كرمك يا كرمك ومن خفت موازينه لكسك وعمل ويك وغيرن كشاندني سلك بن يعني باواكي قد قيمتك جرت هنا بيت هاتشي كسك وصابن فأولئك الذين خسروا أنفسهم أو كسانا أو كو خسروا أنفسهم كو نفس أخوه بدردانه في جهنم خالدون ده جهنم دا حتى بحطيت بمينن بلي أبا بيقول وعن ابن عباس جي ابن عباس وصلت تفسيره في آياتي جي ابن عباس رضي الله عنه ما وصل في الوقت كنكو الموازين جمع موزون موازين جمع تنسى سيغام تا جمعانه جمع تكسيره شكاستية وفرانية موزونية يعني اسم مفعولي
اجا باشه اجا او موازينه كوتي مربوط معنا اسم مفعوله نكو جمع ميزانيه جمع موزونه به وچاغي اشتاكو بميزان تيك شاندنينه اجا او چنه وهي الموزونات من الاعمال او جي او عمل تيك شاندني اول او چاغي او فمن خف ثقلت موازينه بچه اي الصالحات التي لها وزن وقدر عند الله تعالى يعني او عملي قنج باشه كو لجم خده گراني كي واهي قدر و قيمت كي واهي وهرچي كسي كو او عملي وانه كو لجم خده قدر و قيمت واهي گران بن جا امجي كد زان اوام كو اوام موازين جمع موزونه بمعنى عملان من قوله تعالى يعني اخذا من قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني رجع قيامته أمس ورا وزنك يعني قدر قيمتك أو نادم يعني نادم ورا أفيد رام مرافي أو قدر قيمتك سودة يوحيد من صعبة سيبا أبا كلام كسودة ومعلوم هذا عمل وكشي عمل هذا عمل ستكي أعراض أعراض بلج أعراض أعراض جيسة أعراض أعراض جي أرتشي أعراض تنية دبرانك هذا وأبي أرتشي دمكي قب ميزان خدا وسام ميزانة كي مزنة وسام ميزانة كي حساسة كده هي هذا أوان أرتشي فيك ويا أو أعراض تتقلب كني بجسمه هذا كي الجوري ما هو دبرانك جسم كي وتيك شاندني ولا صحيفة وانا عراضان بلي سيدة تي اوه اوكي عالمي كلام يوسف بيشت يعني فا اوه عمل بلي عراض بچه ما تكشان بني يعني عراض تو باتي هي بچه عدمي يعني هر انا بديانا كنه يعني هون نوه بلي انا بديانا كنتش با تينا با كاچا تكشان بني اوه يان دبه يان دبه جسم يان جي تي دي واكي قوتنا سيدة كوكو يعني او مزانا خدا فرقياكو حساسه عرض جي تيرا لتك شاندني يعني هم لتك شاندني لسورة اعراف دا والوزن يوميز الحق قال ودر دا آيات حفتا دا عيني بي تشتك وندوين بدش شكلا معنى كر يعني يك جي او تشتك تين نفساندن او دفتراوان او لوحيوان فلان ايبا نكشاندن او شاخ محسوسة ياجي ميزانك معنوية هي لباخدا كو حسنات بيتي وزناندن بدل معنى يا افيا حل مرة حبكي قوتي حبكي نقوتي يعني ها بلسن اه يقول سوري اعراف عيطة حفتان نين بلي بلي او الطيبيد بني دا في جهنم طيبيد بني في جهنم خالدون بدل من خسروا انفسهم او في جهنم بدلش بيش خسروا انفسهم مبا يولا محل للبدل والمبدل منه ومحل جرابش هادو كراهي تنه تمام لان الصلة لا محل لها طبعا في صلة معلومة ما حاجة رابع جواب كنا يجي اول في جهنم خبر بعد خبر لأولئك كل خبر من في شيء اول الذين خبر بديا اول في جهنم اول في جهنم يجي درست او خبر مبتدأ محذوف يعني اول في جهنم خالدون وما خبرش بش مبتدأ محذوف هم في هم في جهنم خالدون يعني صدق خبر اول الذين نينا الذين أبا في جهنم درست بباب خبر بعد خبر خبر بعد خبر تمام يا هنا قواجه دنيش هنا أبو حيان هو بحث تكن مالي تمام تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار تلفح يعني وصاد دقر ملينة نوال وجوههم النار صفاقر دقر ملينة وهم فيها خالدون قمان منا وصات شوتينا كي كد دار شندلينا انا كتنا خوري فا عشيو دا بخنا وصات شوتينا دار شنجلينا اه ديو سيدا وصا قوت قوت شه سيدا سلام بيا وم قو يعني شارنا يود شوتينا بصات شانا قو يوارا بيجا جي دار شندلا يعني تا بري بري دار شنجلينا نا سيدا وصا قوت دار شنجلينا أنا كلمة خوشة
Ende şingeli ne ne dadı düşündüler ne ama evde daşındılan diye nusa beva dadılar ka. Arabiyom. جاء أبو مشاي تلفحو أبو الناء وكنا واللف عنا ما قرب الأمرين. هذا سيدا. تلفحو تلفحو وقال الزجاج اللفح والنفح واحد. هادو جي يكن. يعني معناه هادو إلا أن اللفح أشد تأثيرا. لأو أو لفح أشد تأثيرا كوباندوراوي جرانتر. والكلوح بلي يا كالح وهم فيها كالحون أوجي كلوح أبي أن تتقلص الشفتان وهم فيها كالحون يعني أقر كل ريوان ده في وسط شوتينه أو ناتينا حالك يسق أن تتقلص الشفتان أو اللي بموسط بيو أو تكنت بفردك شن يعني ترى قدرت شنقلن وتتشمر عن الأنفس يبغى تعطي بناء بدك شنو يعني ده زي ده تعطي شنو بناء تجيب وتتشمر عن الأسنان يعني جبال جبال اللي بقى راضبا بس شاف جبال دنونه يعني وصلت بقى كدرانه وانت ده دار فضمين كما ترى الرؤوس المشوية شو كنتي مرو أوان أو كي براشتي سريع كنتي تبراشتني شو دبن وقتا كنت تدرسها اوان تقولكو مالو دكزرين و دبيجة و فلان كا بلي تي اوصا اوكي وان دكشن اوصا دباكو دي دراني وان حيوانا مثلا تي خواه كرني اوانا جي وصال وان تي كاليحون مانا اوى يعني بلي وعن مالك ابن دينار تاوى جي مالك ابن دينار تي وان كرني كو كان سبب توبتي عتبة الغلام هوا عتبة الغلام سيدا وزان ترجمة وش يا سيدا زوين نزار من نادي تيوا هوا جوا حاشي ما شاء الله بس يقول لك عتبة الغلام كيه يعني أول شيء ما رجع شو هذا عمل بدر دنوا أو بتاع سيدا ون ون ليه بنا ون ما وين أز ليه بكرم أنا كاكية وين دوام كن تمام ترجمة حاله يوم من نادي الغلام لفحت لا علو سيدا لفحت لفحت احرقت وجهه بها لفحته النار احرقت وجهه لفحته النار و اتاو شوتان يا او شو ابل ابل شوتان يا ابل وان كلام كان ازلي بنا تمام ابا سبب دي ابا عطت الغلام جمينا فوبي من عياض مصاتي خياني حالي من خوش بيبري دورا باواكي تشتك بيها سبب توبه دار بيه اجد بيه سبب توبه كنا في جاميري انه مر في السوق برأسیم دوست چاسیه دا بازاره دا دوست به سری کی با درباز دوه کو سری هانه او خود جن میند تنور کجا تندوری هاتو بیه درخستن برو را درباز دوه پریا کو او حال وی کجا آگر هاتی درخستن لی تأثیر دیکه و غوشی علیه سلاسه ایام و لیاله هن سه روجو سه شوان دوست جو خواه دیچه دوست جو خواه دیچه بله اوه ابو سبب توبه داری و بیانه اوه سری هانه و روی یعنی نبی صلی الله علیه و سلم انه قال جه پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کنه او قال تشبیه النار اگر اوسار سر چا اوسار چو دینه فتقلی سو شفت سبب خوانی نا باشتن نه بجی تشبیه لبسه تشبیه 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 النار تشويه النار يعني اوكي بدمت بيجي يعني اغير وي اوت قاويد بيجي لنتينا فتقلس شفته العليا لبا ويا جور وصاتي فادك شيء ورا دوبه حتى تبلغ وسط راسه صد فادك شكو حتى يندقي جنا وسريا وتسترخي شفته تبي كرم أني وشجع تجينا ما وتشجع. أنت تب جرتا. سيدي والله. قرخن جت نعوش. أري والله. وتسترخي شفت السفلى. شان نرفرع. نقلتي أسبابه من يكدي شعبي ريش خاربو إجارة. بوز مزي بقدام بو شعبي ويجي هنكي أريج بربون. إجا أو كرم مرم قديا بو. وقتك ما يجي جاتك تبي حلقة في جمعية
يا من تعبت ذكر إبرت بوزارة السبورت يا مجيد بالزهر يا كشك شوات جيل بزوج تمامي هرح ما يصير عسيب شوات بتش تستر خيشات السفلى ليه ويا جريج بيبا وصل دار ضد حتى تبلغ سرته حتى دقيجين ناف كوريا ثاني دبي واحد سهني الترمذي جابو سعيد الخدري رواية تلقيه يعني حسن وأبي جيبا جيرين قدامك أوجي بسر تعبا بسيبا تي خواري حتى بركي إيق غمرك مركي جبا تي خواري كنت كي نعدك يا يعني إيه أفتنا ما نبتني ناقي ولا يا ودي أو دا جورا داد لربا جورا أو كبان جورا طبيبة دور دور شو تي حتى تشيها بس سيدا بس بقولي أكل يحون أبغى سوينا فعيل جيها تي خاندني كل يحون أبدا سمع أحمد بس سيدا بس خلاص خلاص سيدا بس الزوارة بعصوي رتبة الخلام بكم ألو بس سيدا بس دبي أبيا جكوية سيدا الزاهد الخاشع الخائف عتبة بن أبان البصري كان يشبه في حزن بالحسن البصري أبيا سيرة إعلام النبلاء دبي قال سلمة الفراء كان عتبة من نساك أهل البصرة يصوم الدهر ويأم السواحل والجبانة يعني صوفي بها أبيا صوفي بيه يعني د اوكا صوفي هذا بعساوي تذكرنا بلي ادريش دريش بعساوي تك يعني كون ماما هو انا اللي جوجل هذا ليخن ما بين عتبة عتبة الغلام همن حياته ودرتي يعني صوفيا تمام يا زلمه ايه بخاطر بيه شباش امالي